الصبح بكيت طالع على الشغل، بجيب العمال من المخيم وطالع على الشغل. احنا طالعين في الطريق ولا بكونوا في جيش في المخيم شوية ولا بكونوا محاصرين دار. مين اللي مكلب الدور بكونوا من بركين بس مش معروفين اساميهم انهم هم. ما خدش ولا اعطيت انا بالحكي وضليت بالشغل. روحت ولقيت اخوتي متجمعين ونازلين على بينزلوا على الجنين بيقولوا لي تعال دش سيارتك وتعال. قلت لهم خير شو فيه؟ ولا بيقولوا لي في كنت اخو ابنك مصاوب ما بعرف مصاوب مستشهد ما بعرف ايش. احنا نازلين على المستشفى نشوف. ونزلنا بعد ما وصلتش المستشفى ولا بيقولوا مستشهد. صار له تقريبا شهر ونص من الطارد وانا اقول له يابا روح سلم حالك روح سلم حالك مش كابل. بيقول لي يابا انا بدي الشهاده. انا بديش اسلم حالي انا بدي الشهاده. شو بدي اقول له؟ قلت الله يرضى عليك. عنده جاي على الطريق ولا ولد ان شاء الله عنده بنت.